حطينا كده هناخد الليمون المعصفر يعني حوالي مثلا العصفر. حوالي مثلا بتاع 3 معالق كبار. حلو قوي. ما بتمسكش واحده واحده بقى وتقعد لا تحشيها لا لا زي لا لا امهاتنا، لا لا ونقعد بقى لا نمسك لا لا واحده ونقعد نحشي فيها هو كده يتقلب وتاخد مع وقت بعضه مننا كبير وحاجات كده. كده. حبه البركه طبعا. ايوه ده اساسي يعني، نعش اربع حبة البركه حلو قوي. ونسبه ملح وملح. ليمون. انا شايف في حاجات تانية برضو عندنا كده، في عامل انت سبريد ليمون ايوه وسبريد زيتون عصير. وكمان صوص. صوص ايوه الليمون ده يا جماعه، صوص الليمون ده انا دقته قبل كده. صوص الليمون ده حكايه على ساندوتش الطعميه ولا الفول يا جماعه، وهمي تحفه. دي الخلطة بتاعتنا دي نحط الخلطه عليها ودي الهريسه، الليمون. ايوه يبقى عصفر وحبه البركه نقلبها مع بعضيها. وملح والخلطه بتاعت النجوم مع الهريسه، وكله بقى هيتقلب خلاص. ما طيب حشيناش كده بقى واحده بوحدتها ولا الكلام ده كله. بس هنا في حاجه مهمه ها. وسؤال مهم قوي، الليمون بقى نسلقه سلقه والله لو انت جامده. عاوزه تاكلي منه على طول فهو يبقى ايه نسويه مثلا شويه، وفي عايزينه يستنى معانا من السنه للسنه، لا اديله غلوه بس عمار وشيليه على طول وممكن من غير غلوة يعني وهو ني. تمام.